صباح النور، نهاركم زين الناس اللي كل مع شوية حدثوا على القمة والكلاسيكو البارح بين الترجي والنجم الساحلي ضمن رابطة الأبطال الإفريقية. لكن البداية برهان مهم جدا اليوم لنادي صفاقسي اللي واجه نادي بيراميدس المصري بهدف واحد، هو تحقيق الانتصار للمحافظة على حظوظه كاملة لترشح لدور القادم في المسابقة. ساس اللي كان ربح زناكو عمل زوز هزائم ضد أهلي طرابلس، ومنافسه اليوم بيراميدس المصري موجود في المرتبة الثالثة بثلاثة نقاط بعد الفريق الليبي بستة نقاط، والفريق المصري موجود في المرتبة الأولى بتسعة نقاط. اليوم ساس ما عنده حتى هامش للخطأ، الحقيقة أي نتيجة سلبية النجم تبعد برشا نادي صفاقسي على الهدف نتاعو، هو ترشح للدور القادم. دونك مواجهة انطلاقا من ثمانية متاع الليل ضد نادي بيراميدس، وخاصة مهمة جدا النتيجة المقابلة باش تجمع زناكو مع أهلي طرابلس، تعطي فكرة على الكلاسمون في الجروب. إن شاء الله بالتوفيق للساس. نرجع لقمة البارح في رادس بين النجم الساحلي وترجي. النجم اللي استضاف ترجي في رادس أمام جماهير، وجماهير النجم اللي بالمناسبة عملت احتفال جميل في المقابلة هذه، وكانت حاضرة بأعداد كبيرة. الشوط الأول كان متوسط فنيا من الزوز جمعيات، لكن الشوط الثاني كان فما الأهداف. الشوط الأول شفنا لعب، لكن الشوط الثاني شفنا أهداف. بدران كان عطى الأفضلية للترجي، وبالرمضان أكد انتصار فريقه من يعني من كرة كان وحده بالرمضان تقريبا، ما كانش عملية هجومية منسقة، وحده اكسبلور انديفيدوال بالرمضان من تسديدة بعيدة كان غلط عليه جمال. اثنين بلاش وفات المقابلة رضي جعايد يقول انه كان فخور باللعبية متاعوه. Premier but, vraiment c'est un très beau but. Les balles arrêtées, c'est quelque chose qu'on a. عشان كان قاعدين نتلاحظوا وقاعدين نحسنوا برشا في الباليريتي. بونتو حلو ياسر، سيتي با فاسيل الدليفري والكورس معناتها انكرويابل. والدوزيام ايتون بيان سور كونفيرماسيون من دالي خارج 2 متر، زعما اللي فات ضرب كرة على البوست. دونك ابخي لو دوزيام بوت بيان سور لادفيرسير زاد خرج، جاو لي ديزوكازيون اخرين كنا نجمو نماركيو الثالث والرابع. اللي نتفكرها تاو نتاع المرزوقي بالراس كان ينجم ماركيها. مي حبل على الجرار نكملوا نخدموا ونقعد لي بي سيغ تيغ. جو تخي فيير جواريتي تخي فيير معناتها بالفيكتوار هذيا. ليسبيرونس كيما قلت لكم قبل الماتش سي 3 بوان اون افونس. عندنا هاد الاربع ماتش كونتر الدوزيام في البول نتاعنا نتاع الشامبيونان، وعندنا سفرة طويلة ياسر لبوتسوانا. دونك سان ماتش اوسي بور كونفيرمي. دونك مخي تاو ديريكت في الماتشات اللي جايين. كان ذا راضي جعايد يتحدث عن الانتصار، لكن الاستحقاقات القادمة للترجي الرياضي تونسي. أمين توغاي المدافع عن الجزائر يتحدث على الديو اللي يجمعوا مرة مع هاني عمامو مرة مع عبد القادر بدران، وهذا رأيه فيها. فوز صعب ضد خصم نظن عطاه كامل ما عنده في الشوط الأول. نظن لا ديفيرونس كانت في الشوط الثاني اللي كنا احنا خير منهم فيزيكمون، وعرفنا كيفاش نمتصوا الحرارة تاعهم في ميمي طون. ولو بليز امبورطون لينا احنا هما لي 3 بوان باش نترأسوا المجموعة هذه. احنا كما صافي الماتش اللي فات ثاني قلناها، سواء بدران سواء امامه رانا كامل نخدمه كيف بون. بدران احنا صافي برسك اينان احنا نلعبوا كيف بيان سير نعرفوا بعضنا. نظن الجاي خير ان شاء الله. اللي جاي خير بالنسبة لتوغاي، تقريبا نفس الكلمة اللي استعملها لسعد جردة في حديثه على الجيل هذايا متاع النجم الساحلي على مستقبله ومستقبل فريقه في مسابقة رابطة الأبطال وفي البطولة التونسية. استعمل كلمة اللي جاي خير. خلنا الماتش بدا ونا في عمر ميتون كان متوازن بينا وبين اسبيرونس. ربما الضربة متاع الريا سنترال متاعنا فكري خلاتنا نرجعوا عند مي ديفونسيف اللي عنده قيمة في رجعوا كوماري سنترال. دوزيام ميتون اون في سي ان بوت كما نقول لك ربما يكون ولا مينيم ما يقبلوهاش اخرى لو كان جا ديريكت. دونك كان قلتوا لي انا شخصيا يعني ما كنتش سنة حابين نمشيو قدام نورمال. جينا نلعب 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 نتعادلوا، حابين نمشيو قدام سرعة كونترا قبلنا الثاني. اوكي ان شاء الله المستقبل يكون احسن. بعد مقابلة البارح وبعد انتصار بالوزداد زاد على نادي جالاكسي البوتسواني الكلاسمون في المجموعة. ترجي في الصدارة بثمانية نقاط معها بالوزداد بنفس الرصيد، لكن بأفضلية الأهداف المدفوعة المقبولة ترجي يكون في المرتبة الأولى. دونك كما قلنا بالوزداد المرتبة الثانية نفس الرصيد ثمانية نقاط، النجم الساحلي ثلاثة نقاط، ونادي جالاكسي نقطة واحدة.
نتائج نقعدوا في رابط الابطال. نتائج المقابلات اللي تلعبت البارح، فوز ماميلودي سان داونز من جنوب افريقيا على الاهلي المصري 1-0. البارح انتصار اوريا كوناكري الغينيا على الرجاء البيضاوي 2-1. فوز بيترو اتلتيكو على ساغرادا سبيرانزا الانغولي 3-0. وانتصار وفاق ستيف على النادي امازولو من جنوب افريقيا 2-0. نرجع لتونس، واليوم تتلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 11 انطلاقا من الساعتين، وضمن المجموعة الأولى السابق استقبل حمام الأنف، وأمل حمام سوسة يلعب مع النجم البتلوي. ضمن المجموعة الثانية في نفس التوقيت ساعتين، هلال الشابة مستقبل الرجيش، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، والأولمبي البيجي ضد النادي الإفريقي. بقية مقابلات الجولة ذي تتلعب نهار 16 مارس، الترجي اتحاد بنقردان، اتحاد تطاوين سي اس اس، والترجي جرجيس ضد النجم الساحلي. الكرة في أوروبا، أهم النتائج الحاصلة البارح والبداية بالبريمير ليج، الجولة 29 انتصار ليفربول عن ديبلاسمون على برايتون 2-0، أهداف دياز وصلاح من ضربة جزاء، فوز برنتفورد على بيرنلي 2-0، وانتصار المانيو على توتنهام 3-2. والبارح كريستيانو رونالدو يرجع للصورة نقول، ويرجع تحت الضوء بتسجيله للتريبلي 3 أهداف كاملين، عطاو الفيكتوار والتروا بوان للمانيو ضد توتنهام. زوز هدف توتنهام كانوا بواسط كين وماغواير 3-2. دونك التريبلي ذي بالنسبة لكريستيانو رونالدو يحقق به رقم، يكون ثاني أكبر لاعب في تاريخ البريمير ليج يسجل تريبلي في العمر هذا 37 عام و35 نهار، ثاني أكبر لاعب بعد تيدي شيرينغهام اللي كان سجل تريبلي وعمره 37 عام و146 يوم. دونك كريستيانو يجي في المرتبة الثانية 37 عام و25 نهار كريستيانو رونالدو. أي بونت وأي لقطة متنجم تكون كان رقم قياسي. نكمل مع النتائج في البطولات الأوروبية، واحد الليغا الجولة 28، ليفانتي تعادل مع إسبانيول برسلون 1-1. فوز إلتشي عن ديبلاسمون على غرانادا 1-0. انتصار فياريال على سيلتا فيغو 1-0. وتعادل بين ختافي وفالونس 0-0. في البوندسليغا ضمن الجولة 26، 1-1 بين هوفنهايم والبايرن. يونيون بيرلان مع شتوتغارت ما تشوفه بتعادل 1-1. فوز فرايبور على فورسبورغ 3-2، وانتصار بوروسيا مونشنغلادباخ على هيرتا بيرلان 2-0. في إيطاليا ضمن الجولة 29، لاسبيتسيا ربحت كالياري 2-0. فوز وتعادل ساليرنيتانا مع ساسيولو 2-2. انتصار يوفي عن ديبلاسمون على سامدوريا 3-1. وفوز الميلان على إمبولي 1-0. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام.